لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الجيش الأمريكي يعتزم نشر نصف لواء قتالي جديد في العراق. في صحيفة المدى، المفوضية وزارة العدل تخفي انتهاكات في سجونها. في كتابات، الحلبوسي يؤكد حاجة العراق للقوات الأمريكية، ضغوط واشنطن تؤتي ثمارها عكس مطالب الشعب. في موقع الجزيرة نت، الجيش الجزائري لا حل للأزمة إلا بتطبيق 3 مواد دستورية. في العربي الجديد، هجمات خلايا داعش الخاطفة تقلق قسد شرقي الفرات. في صحيفة القدس العربي، إطلاق 5 صواريخ من غزة على إسرائيل ودبابات الاحتلال ترد. وفي صحيفة الحياة، ماي تدرس تصويتا رابعا في البرلمان على اتفاق بريكزيت. السلام عليكم. لا يزال الوضع العام السائد في العراق يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع العامة السائدة في البلاد، ومن أهمها الذي يشكل مرفقا مهما في حياة العراقيين هو الفساد الاقتصادي وسوء الإدارة الحاكمة في بغداد طبعا وباقي المحافظات العراق، والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا ومشكلة مستديمة وصورة واضحة للواقع المأساوي الذي يؤشر حقيقة ما آلت إليه أوضاع العراق بعد الاحتلال الأمريكي. هذا ما جاء في مقال له بصحيفة البصائر للكاتب أياد العناز. من الشواهد الأساسية التي جاءت بها حادثة العبارة هي انفلات الوضع العام وعدم وجود رؤى حقيقية لمعالجة الأزمات التي يمر بها العراق، وطبيعة الأحداث الدامية التي يعيشها شعبه الصابر المكافح، وانعدام الأسس الصحية في معالجة الإخفاقات التي رافقت العملية السياسية التي أتى بها الاحتلال الأمريكي، وفشلها في تحقيق الأهداف التي سعى لها المحتل الأمريكي، وكشف زيف وتعرية هذه العملية، وانعدام أدواتها الفاعلة وطبيعة الأشخاص العاملين فيها والذين أثبتوا فشلهم وغياب علاقاتهم مع أبناء شعبهم، وأنهم لا يمثلون شرائح المجتمع العراقي ولا ينتمون إليه إلا من خلال تحقيق مآربهم ومصالحهم الذاتية وسعيهم للكسب المادي وسرقة المال العام وتبييض الأموال ودعم شبكات الفساد والمفسدين وإنعاش تجارة المخدرات. تأتي هذه الوقائع التي لا يستطيع أي مسؤول حاكم في بغداد إلا وأن يعترف بها، وهذا ما شاهدناه وسمعناه من كلمة برهم صالح الذي يحمل صفة رئيس السلطة السياسية في بغداد، عندما أشار في افتتاحية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في بداية شهر آذار من عام 2019 إلى أن الفساد في العراق أصبح ظاهرة خطيرة، بل هو الأساس في دعم وتكوين الدولة العميقة. جاءت الأحداث والنكبات والكوارث الأخيرة، ومنها حادثة العبارة المأساوية في مدينة الموصل، لتكون شاهدا حقيقيا لمأساة كبيرة يعيشها أبناء الشعب العراقي، وصورة دقيقة للفساد الإداري وسوء الإدارة وانعدام الرقابة الحكومية وضياع حقوق المواطن والاستهانة بحياته، ولتعطي انطباعا واضحا للصراعات والمناكفات السياسية التي تعيشها مدينة الموصل، والتي أصبح الصورة تعكس مديات الفساد العام الذي يؤرق حياة المواطن في عموم مدن ومحافظات العراق. الموصل تحتضر والناس متهمة دون أي جرم، وغالبية القوى الأمنية تنظر للمواطنين على أنهم من الإرهابيين، وبعض المعاملات في دوائر الدولة لابد أن يرفق معها التصريح الأمني، والناس خائفة رغم أنهم من تعرضوا للأذى وهدمت منازلهم ووسائل معاشهم،
والحشود الشعبية والمتنفذون يستغلون الحالة المربكة ويحلبون بقرة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وغالبية مسؤوليها يعيشون خارجها ويجاملون من ينهبها لأسباب عديدة، ولا أحد يستطيع الكلام. بهذه الكلمات المؤلمة المرعبة المليئة بالظلم والخوف والسوداوية، اختصر لي أحد وجهاء مدينة الموصل الحدباء وضعية المدينة منذ انتهاء المعارك فيها قبل أكثر من عامين، بحسب مقال للكاتب جاسم الشمري في صحيفة العربي الجديد. الموصل قصة مدينة نحرها الإرهاب وتذبح بحجة مكافحته، وتباع وتشترى من القوى المالكة للسلاح، وتتناحر فيها المشاريع المتناقضة. الموصل التي وقعت فيها كارثة العبارة وراح ضحيتها أكثر من 200 مواطن، هي مدينة منكوبة بامتياز. القتل الجماعي في نهر دجلة كان بداية لمرحلة جديدة في الموصل، وأولى صورها الغضب الشعبي برفض استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح، وكذلك ضرب سيارة المحافظ نوفل العقوب الذي تمت إقالته ونائبيه من قبل مجلس النواب بعد توصية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. بعد إقالة العقوب بدأت جولة جديدة من مظاهر الفساد الإداري في الموصل، حيث أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري أن بعض أعضاء مجلس المحافظة في أربيل يساومون على منصب المحافظ. حكومة بغداد إن لم تسعى لإنقاذ الموصل، فأعتقد أن شبابها الذين طردوا المحافظ واستقبلوا رئيس الجمهورية بطريقة غير متوقعة، وكذلك هتافاتهم بأن جميع ساسة العملية السياسية لصوص، هؤلاء الشباب سيكون لهم كلمتهم وموقفهم، وأظن أن إرضاءهم من أهم واجبات الحكومة الناجحة، وإلا فإنهم يمكن أن يقلبوا الموصل على كل الفاسدين. فهل ستفهم الحكومة هذه الحقيقة، أم ستترك الموصل لقمة لقوى الإرهاب الإداري والميليشياوي؟ حادث غرق العبارة في الموصل يعيد إلى الواجهة العديد من التجاوزات وحجم الفساد في المحافظة التي تصل موازنتها إلى 800 مليون دولار. وطفت ملفات الفساد الذي تعاني منه الموصل إلى السطح بعد حادثة غرق العبارة التي تسببت بمقتل نحو 100 شخص، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بتوقيف المحافظ وملاحقة مسؤولين محليين في المدينة التي ما زالت تنتظر إعادة الإعمار بعد أن دمرتها حرب ضارية مع تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية. يؤكد الكثير من العراقيين ولا سيما الناجون من حادثة غرق العبارة أن هذه الحادثة كان بالإمكان تجنبها لو تم التصدي لتولي المسؤولين والسياسيين الفاسدين المناصب الهامة. فهذه الحادثة ليست سوى قطرة في بحر الفساد الكبير الذي تغرق فيه الموصل، أكبر مدن شمال العراق ومن ورائها كل البلاد. وقد حركت فاجعة العبارة الكثير من ملفات الفساد في مدينة الموصل التي تشهد منذ أشهر تحقيقات للكشف عن هذه التجاوزات، فيما علت استغاثة الفساد يقتلنا في التظاهرات التي جابت الشوارع منادية بمحاربة هذه الممارسات في عراق استشرى في مؤسساته الفساد. تعد حادثة غرق العبارة في الموصل التي ترتقي إلى مرتبة الفاجعة بسبب الخسائر البشرية التي خلفتها بمثابة الفتيل الذي أشعل النار في ملفات الفساد في أكبر مدن شمال العراق، ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تسبب هذا الفساد خلال السنوات 15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين. لم تتم إعادة بناء أي شيء في الموصل، لكن تم تدمير عدد كبير من المباني بذريعة رفع الأنقاض. ويقول مسؤول محلي إن رجال أعمال حصلوا على الملايين من الدولارات من خلال إعادة بيع حديد التسليح وأطنان من مخلفات المباني. وذكر المسؤول وفقا للتحقيق البرلماني أن المكاتب الاقتصادية قامت بنهب ممتلكات المحافظة كالحديد وغيره،
وتقدر قيمته بالمليارات. للأسف فإن مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو من يمنح الموافقات ويرسل البرقيات بالموافقة بحسب الصحيفة. فلسطين الوطن، الأرض والشعب، وهذا التلاحم التاريخي بينهما هو الذي صنع الهوية الوطنية الفلسطينية. ولكي ينجح المشروع الاستيطاني والاستعماري في اغتصاب الأرض، كان لابد له أن يفك تلاحمها مع الشعب، وأن يمحو الهوية ويقصي الوجود المادي ويسيطر على الحيز المكاني وينتهي بمحو الرواية وحيز الذاكرة الفلسطينية. الصراع إذن لم يكن على الأرض فحسب، وإنما على كينونة الشعب وهويته ووجوده الوطني أيضاً، وبالتالي حقه في تقرير المصير على هذه الأرض. لكن وجود شعبنا وصموده على أرضه شكل السد المنيع الذي اصطدم به تيار هذا النظام الاستعماري. عن ذكرى يوم الأرض كتب صائب عريقات في صحيفة الشرق الأوسط: المؤسسة الإسرائيلية تستشرس في تصعيد العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل وسلب الأرض وهدم البيوت، ليس فقط بقوة الجرافة وإنما بقوة القانون في أم الحيران والعراقيب والجليل وغيرها، وتدمير القرى وفرض نظام عنصري يجعل من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مواطنين من الدرجة الثانية، وينكر عليهم حقهم في المساواة القومية. وقد امتدت هذه السياسة لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بضم القدس وتوسيع المستوطنات وفرض نظام الأبارتايد على السكان الفلسطينيين، الذي أصبح اليوم سنة معلنة لدولة إسرائيل من خلال إقرار قانون القومية العنصري، الذي يعتبر فلسطين كلها وطناً قومياً تاريخياً لليهود، ويحصر حق تقرير المصير في البلاد لهم وحدهم، وينفي صفة الشعب والوجود الوطني الفلسطيني. هذا الإفصاح عن الأهداف الحقيقية للمشروع الاستعماري وركيزته الأساسية في نزع صفة الشعب عن شعبنا الفلسطيني لم يكن ممكناً لولا الدعم الذي تلقته أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف من جانب الولايات المتحدة، خصوصاً إبان حكم إدارة ترامب التي تبنت الركيزة نفسها عندما فرضت مفهوم السلام بالقوة. فلسطين في قديمها وحاضرها ومستقبلها لن تخسر معركة، ومشهد اللاجئين المحملين بالشاحنات إلى المنافي لن يتكرر. فجذورنا امتدت في هذه الأرض إلى أعمق مما يستطيع الاحتلال واقتلاعه. يوم الأرض هو ليس ذكرى فقط، وصناع يوم الأرض بالأمس واليوم وغدا يسيرون في كل أماكن وجودهم بمسيرة متواصلة لن تكل أو تتوقف حتى تحقيق الحرية والعدالة. نستطيع أن نلخص أهم قواعد القانون الدولي في خمس أساسية: احترام سيادة الدول، عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإقامة علاقات ودية وحسن جوار بين الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية بعيداً عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وأخيراً المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول صغيرها وكبيرها. عن القانون الدولي وقرار ترامب حول الجولان المحتل كتب عبد الحميد صيام في صحيفة القدس العربي: إن ما قام به ترامب هو تصرف أرعن جاء في سياق قانون القوة وانصياع إدارته لإملاءات اليمين المتطرف في إسرائيل والولايات المتحدة. ترامب يحاول تصفية القضية الفلسطينية وقضية الصراع العربي الإسرائيلي مستغلاً الوضع الفلسطيني المنهك والضعيف والوضع العربي المتسابق نحو التطبيع أو الانشغال في الحروب الداخلية. فبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بضم الجولان، سيأتي دور الاعتراف بضرورة ضم الضفة الغربية أو معظمها من أجل أمن إسرائيل. ولو أراد العرب أن يردوا على ترامب بشكل جاد وحقيقي، فليعلنوا في القمة العربية أن فلسطين، كل فلسطين، هي أرض عربية لا يغير من هويتها لا بالفور ولا ترامب.
عندما يوافق القانون الدولي مصالح الولايات المتحدة يكون جيداً ويستحق التطبيق، وعندما لا يتفق مع مصالحها فتدوس عليه بعنجهية، وهذا ما يجب ألا يقبل من المجموعة الدولية. فالقانون الدولي ليس قائمة طعام تختار منها ما يطيب لك، بل قواعد وقوانين وأعرافا معتمدة ثبتتها الخبرة الإنسانية عبر مجموعة من المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، والتي يجب أن تحترم وتنفذ. منذ نحو عقدين من الزمن ملأ الغرب الدنيا بالدعوات التي هاجمت الإسلام، وتعالت الأصوات التي نادت بمحاربة المسلمين أينما وجدوا، بل ونبذهم ومقاطعتهم وإعلان العداء المستمر ضدهم. وأفرزت تلك الأفكار الغربية المنحازة المتصهينة مصطلحا جديدا إلى ذيل قائمة المصطلحات التي ابتدعوها وأقنعوا بها العالم، وللعجب أنه جاء متناقضا ناسخا لكل ما سبقه، فمن الديمقراطية والسلام ومبدأ التسامح وحقوق الجماعات في حرية العقيدة والرأي وحق الفرد في العيش بسلام والتمتع بخصوصيته المطلقة دينيا وفكريا وحضاريا. إنه مصطلح الإسلاموفوبيا، الرهاب والخوف من الإسلام والمسلمين. عن العداء الغربي للإسلام كتب مسعود الحضرمي في صحيفة الوطن العمانية: نعم، الإسلاموفوبيا هي جاهلية العصر الجديد، فلا أحد يقرأ تاريخ بزوغ فجر الإسلام على هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويجد الحالة ذاتها متأصلة في جاهلية مدقعة قديمة الأزل، تعالت في زمنها الدعوات وأعملت في ديار من شرح الله صدرهم بالإسلام الخراب والتعذيب والتشريد ولوعة الهجرة والبعد عن الوطن. فها هم سادة قريش يتخوفون من الدين الإسلامي ويحكون المؤامرات لإطفاء جذوته، ويمكرون ويقاطعون المسلمين ويجاهرون في ذلك، بل ويخوضون حروباً ضروساً للنيل من هذا الدين. ويصل الأمر إلى تكالب أعداء الإسلام من مختلف بقاع الدنيا، ولكن إرادة الله وصبر المسلمين تحت راية رسولهم الكريم كانت أشد فتكاً بهم وبمؤامراتهم. وعد الله بالنصر فكان أمره مفعولا. إنما يشهده الدين الإسلامي ومعتنقوه حول العالم الآن يجدد الحالة العصيبة التي مر بها منذ بداية البعثة المحمدية، ولكن الخطر أصبح أكبر وتعاظمت الموجة حتى بات بها من الرعب والحوادث الأليمة الإجرامية ما لا ينفع معه الصمت أو الاكتفاء بالمواساة والصبر وبعض من كلمات رثاء أو استهجان. يجب أن نراجع أنفسنا قيادات وحكومات وشعوبا فيما يجري من حرب على الإسلام، مهما منها ما كان خفيا ومنها ما أصبح علنيا ظاهرا لا يخفى. فالعودة إلى دستور نبينا ودولته حين أسسها هي كفيلة بأن نرد كيد المعتدين، وأن نضع حدا للآثمين، وأن نكون أكثر تحضرا في ظل ديننا، لا نكتفي بالأخذ بما يروق لنا من ديننا ونغفل أساسه وجوهره. إنه دين التسامح مع المتسامحين، ودين القوة في وجه الجائرين. فاز معلم في بلدية نائية في كينيا بجائزة أحسن معلم في العالم وقيمتها $1,000,000، وينفق القس بيتر بابيتشي وهو مدرس علوم جل راتبه لمساعدة تلاميذه الفقراء والأيتام في المدرسة التي يعمل فيها. ويسعى بابيتشي إلى جعل درس العلوم سهلا بالنسبة لتلاميذه حتى يسيروا في طريق العلم لبناء مستقبلهم. وامتدح القائمون على منح الجائزة في حفل أقيم في دبي إنجازات بيتر المتميزة وتفانيه في مساعدة التلاميذ في منطقة ريفية محرومة من كينيا. وينفق نحو 80% من راتبه لشراء الكتب والألبسة للتلاميذ الفقراء في مدرسة ثانوية بقرية بوني. ويريد المعلم البالغ من العمر 36 عاما رفع همة التلاميذ ونشر الاهتمام بدرس العلوم ليس في كينيا فحسب، بل في عموم إفريقيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.